أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamu alaikum guys, hope you guys are doing well during the coronavirus. I decided to make a video which is gonna be like a playlist or something that you can listen to before you go to bed. So it's going to have all the surahs that we're supposed to listen to before we go to bed. You know, Surah Fatiha, Ayatul Kursi, Amna Rasulu. I think Surah Sajda is one of them. Surah Waqi'ah, Surah Mulk, the Quls that we're supposed to read. And probably an Adhan at the end as well. So normally I record and I do this solo. I don't share my recording sessions with you guys. Because I mess up a lot. And hopefully I don't mess up now, I might. And sometimes it can be really frustrating and I can take a long time sometimes to record something really short. I can do it over and over and over and over because I'm not happy with how it sounds. But hopefully tonight will be different, inshallah. And I'm gonna take you through this recording process with me. And hopefully you guys enjoy it, man, inshallah. So just, if you guys can, please, you know, a lot of people are stuck at home, they're quarantined. You know, share with your friends right now. I think I'm gonna be live for like another hour. Depends on how long, you know, maybe two, hopefully not. But
I have some more surahs to read, inshallah. So I think I'm gonna read Surah Sajda now, and then I'm gonna be reading Waqia and Mulk and some other ones. So hope you guys enjoyed, inshallah, and please share with your friends. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز I really like that part too. Up until that last part. ولقد آتينا موسى الكتاب ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع
يدفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله. So we just finished Surah Sajda. Now we're going to read Surah Waqi'ah, inshallah. So I just had a quick question for you guys, inshallah. So as you guys know, because of the coronavirus, most of us are going to be staying at home, and there's a good chance that we're not going to be able to go for Taraweeh, and all of that stuff is going to be canceled. Inshallah, not. But if it is, I was thinking about, because this is going to be the first Ramadan where I'm going to be at home. During Taraweeh and Ramadan, since I was 12 years old, it will be the first year that I'm not leading Taraweeh since I finished memorizing the Quran. So I'm trying to figure out what I'm going to do. I'm thinking about reciting a juz every night, maybe doing like a live Taraweeh or live recitation like this. So for all of you guys and for myself who cannot go to the masjid for Taraweeh, maybe, you know, I can read and we can all listen in together. Let me know if that's something that you guys would be interested in. Message me, comment, inshallah, let me know. If you have any other ideas on what we can do or what we should do in the month of Ramadan, let me know, inshallah, and we'll make it happen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا
باليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه
المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين أروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. So for those of you guys just joining us, I'm recording a video. It's going to be all the surahs or parts of the Quran that you should listen to before you go to bed. So like Surah Fatiha, Ayatul Kursi, Amin al-Rasulu, Sajda Waqi'ah, and now we're going to read Surah Mulk, and then inshallah we're going to end it with the three quls, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Rabbil Falaq, Qul A'udhu Rabbin Nas, and maybe the adhan. We'll see how my voice is at that time. Inshallah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. For everyone that listened from the beginning, I know it was kind of long. We recited Surah Al-Fatiha, Ayat Al-Kursi, Amr Rasulu, Surah Sajda, Surah Waqi'ah, Surah Mulk, and the three quls, and some adhan at the end. My voice is really tired. I was reading for like the past hour, so that was really hard to do. I might keep it, I might not. But Jazakumullah khairan, guys. I think I'm going to be doing this in the month of Ramadan, so you guys can stay tuned. I think every night I'll try to do maybe like a juz with everybody, because we can't go to the masjid, so maybe we can all read together and we don't have to miss out the benefits and the beauty of Ramadan, inshallah, bi'idhnillah. If you guys have any videos or suggestions or anything that you want to see me do in the month of Ramadan, please message me, please write in the comments, and just let me know what you guys would like me to do. I'm gonna go pray Isha now and drink some water and some tea because my throat is just done for now. But JazakAllah khair to everyone who watched and tuned in. Inshallah, I'm going to post this entire video, the audio of it, on YouTube. So as soon as that's ready, it's going to be on YouTube. So if you haven't already, please go to my YouTube channel on YouTube and just search my name, Fatih Safragic. Subscribe, and as soon as the video is up, you'll see it there and here on my page. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.